بنأكد برضو أن كل فئات المجتمع عليها دور في النقاشات اللي بتتم داخل جلسات الحوار الوطني. تعالوا نشوف لقاء عقد مع يوسف مسعد ممثل عن الحركة المدنية بالحوار الوطني من ذوي القدرات الخاصة. أنا شاركت في الحوار بتاع تماسك الأسرة المجتمعي، واللي هو الوصاية، موضوع الوصاية اللي زي الطفل بعد وفاة الأب بيحصل فيه مشكلة، الأم ما بتعرفش تاخد الوصاية ويبقى فيه تشتت في الأسرة وعدم وجود إن الأم ما بتعرفش تاخد الوصاية بتاع ابنها أو تصرف عليها أو كده، بيبقى تقول الوصاية للجد، فدي بتعمل مشاكل، والأم اللي هي أصلا المفروض هي تبقى الوسط تاني أو الوالي التاني بعد الأب بعد وفاته أو حصل مشكلة. أنا طبعا كان من ضمن المقترحات اللي أنا قدمتها إن احنا نغير المادة اللي هي تقول الوصاية للجد، اللي هي تقول مباشرة للأم، لأنها هي الرعاية الأساسية أو بعض الأب هو مشتركين مع بعض. تاني حاجة اللي عمل صندوق استثمار للأموال اللي بتقول لليتيم لغاية ما يبلغ رشده، وتبقى استثمرنا الفلوس، عشان الفلوس طبعا بتقل قيمتها بعد مرور السنين، عبال ما يبلغ سن الرشد هتبقى في مشكلة. كمان بالنسبة لذوي الإعاقة، إن الدولة هي مسؤولة عن ذوي الإعاقة، في طبعا أسر بيهملوا في ذوي الإعاقة فبيعذبوهم أو بيحبسوهم أو بيستخدموهم في التسول. طبعا الدولة هنا دورها إن هي بتدافع عن ذوي الإعاقة، إن هم مش مفيش حد يقدر يدافع عنهم غير المشاكل الموجودة عندهم زيادة على اللزوم.